مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج شباب اليوم. دائما معودناكم في برنامج شباب اليوم نسلط الأضواء على كل إنجازات الشباب، مواهبهم وهواياتهم، وين ما كان الشاب الكويتي تلقون كاميرا برنامج شباب اليوم متواجدة في المكان اللي يكون فيه الشاب الكويتي. طبعا الأمانة الأخبار الرياضية المفرحة اللي قاعد يسجلها الشباب الكويتي قبل بداية المواسم، ومنها تحطيم أرقام قياسية بالسرعات، منها الأمانة اجتياز مراحل كثيرة بعدة الرياضات، وهذه الأمور والأخبار كلها تفرحنا. يمكن آخر خبر حصري من أخونا البطل تركي الحميدي في من فريق Q80 تحطيم الرقم العالمي في فئة البرومود بعد أن اجتاز يمكن الربع ميل في بأقل من 5 ثواني و47 جزء من الثانية بسرعة فوق 272 كيلومتر في الساعة. نبارك لك يا بطلنا تركي الحميدي، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في القادم من الأيام وفي الجولات القادمة إن شاء الله بإذن الله، وبإذن الله أنك تحصل أعلى من هذا المستوى إن شاء الله، وتحطيم أرقام عالمية أخرى في كل المجالات إن شاء الله. مو بس تركي الحميدي، كل الشباب الأمانة الكويتيين اللي حققوا أرقام قياسية يعطيكم ألف عافية وقواكم الله إن شاء الله، ونتمنى لكم إن شاء الله أنكم تحققون المزيد من الإنجازات والمزيد إن شاء الله من التقدم خلال رياضاتكم المختلفة. الأمانة الرياضات المختلفة قاعد نشوف مو بس على مستوى الألعاب الفردية، كذلك الجماعية والفردية، لكن أنا دائماً إحنا نحب نركز على الألعاب الفردية، لأن الألعاب الفردية للأمانة مهملة بنوع أو آخر من قبل بعض المسؤولين، خاصة أن يعانون كثير من الشباب في الألعاب الفردية بعدم دعمهم، أو مو عدم دعمهم بالمعنى هذا، لكن عدم الاهتمام فيهم. قاعد يرجعون من برا، قاعد يحصلون على كثير من الميداليات الذهبية، وقاعد يحصلون على كثير من الأمور اللي قاعد يشوفونها. الأمانة أتمنى أن كل المسؤولين يحاولون كثر ما يقدرون أنهم يعني يغطون هذه الأمور، وبعد ما يغطون هذه الأمور يدعمون الشاب الكويتي، لأنه وين ما كان الشاب الكويتي ممكن أن يسجل هذا الإنجاز. والإنجازات الأمانة لا تتوقف من كثير من الأمور. أنا الأمانة عندي يمكن تكلمنا أمس، أنا قلت لكم أن عندنا خبر، أو يعني خبر انتشر من خلال برامج وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الواتساب ومن خلال التويتر. هذا الخبر باختصار بقرأ لكم إياه أنا، يعني خاص هو يخص اليوم، يعني اليوم هذا بنفسه. يقول لك إن اليوم راح يطلع قمرين بالسماء، غير هذا إن راح يكون العالم بجمع بانتظار هذا الحدث، وإن راح يقدرون يشوفون كوكب المريخ من خلال العين المجردة، وراح يشوفونه منير يعني أشبه بالقمر، وغير كذي إن راح يلقونه يشوفونه بالعين المجردة، وراح يعني يبتعد القمر عن الأرض بحوالي 34.65 مليون ميل. طبعا يقول لك ان في هذا اليوم لا تنسون انكم تطالعون القمر، وان ان شاء الله راح يكون في 12 يعني الساعه 12:30 بالليل راح تشوفون القمر والمريخ وغيره وغيره من الامور هذه. طبعا احنا دائما مثل ما قلنا لكم، اي معلومه تطلع نترك الامور للاخصائيين والشخص المختص، دائما احنا ناخذ منه هذا المعلومه. معنا اخوي الفلكي خالد الجمعان. خالد مساء الخير. مساء الخير، مسي عليك وعلى أخواننا المشاهدين أجمعين. خالد نرحب فيك في برنامج شباب اليوم. خالد بالبداية نبي نتكلم عن هذا الخبر، اللي أول شيء الحمد لله على السلامة، أنت توك راد من السفر. غير الأمور هذه نبي نعرف مدى صحة هذا الكلام اللي منتشر هاليومين، والناس كلها تترقب، يمكن حتى الحين في بعض الناس مصدقة هذا الخبر وناطرة برا تشوف كوكب المريخ. في البداية هي رسالة طويلة كانت تتكلم عن كوكب المريخ وعن اقترابه من القمر واقترابه من الكرة الأرضية كذلك، وأنه راح يكون حجمه ضخم وراح يكون حجمه قريب من حجم القمر إذا لم يكن يساوي. هذا ما ذكر يعني في الرسالة وفي نص الرسالة. في البداية الرسالة هذه مجهولة المصدر. نعم. ما في أحد حدد يعني أو مصدر معين، هل هي من شخص معين، هل هي من مركز فلكي معين، فهذا الأمر مو موجود. وعشان كذي إحنا نحب دائما نتأكد من المصدر دائما إخواننا قبل لا يتداولون أي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نتمنى أنهم يتأكدون من المصدر. الكلام اللي تم الحديث عنه عن كوكب المريخ وحجمه بأنه قريب من حجم القمر غير صحيح. نعم. السؤال اللي ممكن إحنا نطرحه، ليش كوكب المريخ؟ علما أن في 3 كواكب موجودين في السماء غيره. صحيح.
في 3 كواكب، وعندك كوكب المشتري موجود، كوكب زحل، كوكب الزهرة، بالإضافة إلى المريخ. لكن تم تمييز المريخ في هذه الإشاعة أن حجمه راح يكون بحجم القمر أو قريب من ذلك. هذا مستحيل، لم يحدث في السابق ولن يحدث في المستقبل. ثانيا التمييز ما راح تقدر تميزه مثل ما يميز ككوكب. بالنسبة للراصد من سماء الأرض يشوف الكواكب كلها شبيهة بالنجوم، نعم، ما يستطيع يميزها إلا باستخدام أجهزة تلسكوبات ضخمة كبيرة ممكن تبين له شكل هذا الكوكب وتفاصيله، لكن غير هذا يستحيل. يعني لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. العين المجردة راح تشوفها حالة حال أي نجم، لكن ما راح تشوف في تفاصيل، ما راح تقدر الإنسان العادي وحتى الأشخاص العاديين ما راح يميز إذا كان هذا نجم أو كوكب. جميل. التمييز ما يكون موجود إلا عبر التلسكوب وهذه أجهزة ضخمة كبيرة. فالمعلومة هذه اللي طلعت مو دقيقة، وإذا ما أقول لك هي مو صحيحة. نعم. ثانيا حتى اللي بيحب يصور، الظروف الجوية غير مناسبة، نسب الرطوبة العالية تؤدي إلى تلف الأجهزة. صحيح، خاصة بعض الكاميرات، أنواع الكاميرات تتوقع أنها تتأثر بالرطوبة. بالضبط، وخاصة الكواكب، إذا أنت تبي تشوف الكوكب وتبي تصوره لازم عندك جهاز تلسكوب. نعم. والتلسكوبات ما استخدامها خلال الظروف الجوية السيئة. جميل. باختصار هذه إشاعة، الإشاعة هذه تكررت أكثر من مرة أن كوكب المريخ سيكون بالقرب من القمر ورح يكون حجمه قريب من حجم القمر أو يساوي. هذا الكلام غير صحيح، هذه إشاعة يتم تداولها يعني أكثر بالسنة أكثر من مرة ترجع لنا مثل هالإشاعة حول هذا الكوكب. نسبة أن ما يصدقونها، أي خبر ما في مصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي نتمنى أن ما يتم تناقله بهذه الصورة حتى ما تكبر الإشاعة. جميل. طيب خالد، نبي نتكلم الحين، عرفنا الرد عن هذه الإشاعة طبعا الغير صحيحة بتاتا واللي ما تمت إلى الواقع بصلا. نبي نتكلم الحين، الكثير من الآراء قاعد يقولون دلق سهيل ما دلق، أنت خبير فلكي ونبي نسمع منك. أول شيء سهيل يا طويل العمر كنجم، نجم يماني 24/8 موجود في سماء الجزيرة العربية من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها، يعني تقريبا نقول حتى مدينة الرياض. جميل. لكن في الكويت موقعنا الجغرافي حتى الآن سهيل أول ظهوره في الكويت راح يكون في تاريخ 4/9. 4/9 بداية، اي نعم 4/9، والوضوح يعني رؤيته راح تكون صعبة لأنه راح يكون مع وقت الفجر. يعني حتى زرقة السماء راح تأثر، لكن اللي يدل مكانه ويعرف وعنده مثلا منظار ممكن يشوفه. هذه شغلة. أما بالنسبة لـ 24/8 والتأثير، لا التأثير راح يبدي تدريجيا، راح يبدي تدريجيا من تاريخ 24/8، راح يبدي يكون أكثر ملحوظ العامة ولنا كلنا من فترة المساء. فسهيل دلق ب 24/8، لكن في الكويت لا يرى إلا في تاريخ 4/9. رؤيته صعبة لأنه راح يتزامن مع الفجر وزرقة السماء راح تكون تغلب على الوقت أثناء شروقه. التأثير في انخفاض درجات الحرارة وما يتزامن من اعتدال وانكسار حدة الشمس وميلان زاوية سقوط أشعة الشمس، هذه بدأت تدريجيا من تاريخ 24/8 وراح تستمر وراح تكون أكثر يعني ملحوظة لنا سواء بالنهار أو الليل من منتصف شهر 9. ورسميا احنا دائما نقول أن الصيف ينتهي 22/9 أو 23/9. يعني ما في، يعني في ناس قالوا بعد اسبوعين تقريبا خلاص ينتهي فصل الصيف، او احنا خلاص خلصنا فصل الصيف. صعبه صعبه، لا الصيف ما ينتهي، الصيف ما ناخذه بالحسبه هذه. احنا الصيف عندنا مواعيد معينه نلتزم فيها، الانقلاب الربيعي وكذلك الشتاء، الاعتدال الربيع والاعتدال الخريف، فاحنا ناخذها في حسابات فلكيه محدده. لا يزال هذا الامر حتى الان، يعني درجات الحراره تبدي تنزل تدريجيا. نعم. ما تهبط الهبوط الضخم هذا والكبير، فننتظر إن شاء الله، يعني نصبر عليها إن شاء الله وأجر لنا كلنا إن شاء الله. طيب كلمنا عن آخر أخبار مرصدكم، مرصد العجيري، أنا وأعرف أنك أنت يعني تبحث في هذه الأمور، كلمنا عن آخر أخبار المرصد، شنو سويت وشنو ما سويته. والله في ظواهر غطيناها بالفترة الأخيرة، أنا نعم. قاعد أتكلم كفلكي كخالد الجمعان، أنا قاعد أنا شفتك مصور الهلال، هلال العيد وهلال كذلك رمضان.
والله أنا أصور الظواهر الفلكية على طول بشكل مستمر، ما أخلي ظاهرة أحاول أني أحرص أني أصورها وأوثقها. نعم. ما أوثقها في الكويت فقط، أوثقها في الجمعية الفلكية البريطانية وفي الجمعيات الدولية خارج الكويت، وهذا اللي أحرص أنه يكون اسم الكويت في الخارج موجود ويكون لا مكانة، بحيث أن احنا نواكب التطور والمستويات العلمية خارج الكويت. وهذا هدف بالنسبة لي أنا كفلكي في الكويت، أني أواكب إخواني وزملائنا الفلكيين سواء على مستوى الخليج أو الوطن العربي أو على المستوى العالمي. والحمد لله وفقت في اختيار احد صوري انها تكون صوره مميزه في الجمعيه الفلكيه البريطانيه، وتم نشرها في مجلتها الشهريه وكذلك في الموقع الالكتروني باسم الكويت، وباسم ان تم توثيق ظاهره فلكيه لن تتكرر الا بعد 117 سنه. جميل. ظاهرة هذه، فهذه ممكن من اخر الانجازات اللي اقدر اقول انه انجاز حقيقي نقدمه يستحق يعني ان نسميه انجاز في الكويت. جميل، نتمنى لك التوفيق يا خالد واخوانك كلهم ان شاء الله في المرصد، يعطيكم الف عافيه، شكرا لك على هذه المعلومه. بكذي اعزائي المشاهدين، مثل ما وعدناكم قلنا لكم ان اي خبر يطلع راح نكون مواكبين هذا الخبر ونسمع منكم، وراح نرد هذا الخبر الى احد المختصين في هذا المجال ونتكلم عن هذا المجال. يعني من الفلكي خالد الجمعان سمعت رايه في موضوع ما يثار حول ان المريخ راح يبين بالعين المجرده نشوفه، وراح نشوفه كبر القمر. نتمنى ان من الجميع ان ما يتناقل اشاعات مثل هذه، خاصه ان هذه الاشاعات يعني ممكن تاثر على ناس ثانيه، ممكن تاثر يعني في ناس يمكن تخاف من الامر هذا، في ناس عندها رده فعل، في ناس ممكن تمشي وراء هذه الاشاعه وتروح وتصدق وتهدر وقتها على الفاضي. فاحنا دائما نقول ان تابعوا دائما الناس المختصين في كل مجال، لما انت تسمع معلومه طبيه رد حق احد الاطباء واساله في هذه المعلومه، اذا كانت معلومه رياضيه غذائيه خاصه يعني بخص بالذكر انا الرياضيه والغذائيه، لان الامانه قاعدين نشوف هالايام الكثير من الناس يطلع تجربه يعني شيء صار معاه صدفه يقول حق الناس على هذا الموضوع، وهالشيء هذا صار معاه صدفه يعني ما له اي اساس رياضي او ما له اي اساس غذائي او ما له اي اساس طبي. لذلك احنا دائما نقول ان اي شيء تسمعونه او يوصلكم في خلال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دائما ردوا هذا الخبر الى الشخص المختص منه، لا تمشون وراء خبر وانتم ما تدرون مدى صحته او مدى ان هذا الخبر صحيح او مو صحيح، دائما ردوا الاخبار حق اهل الاختصاص. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ما نبي نطول عليكم، نبي ناخذ هذه الفاصل القصير ونرجع معكم نستقبل ضيفنا لهذا اليوم. لأنك غير أنت، لأنك غير إحنا نحبك دايم، عساك بخير دايم، عساك بخير ربي حظك. أنت لأنك غير أنت، لأنك غير إحنا نحبك دايم، عساك بخير دايم، عساك بخير ربي حظك. عساك بخير ربي حظك. Yeah.
يحب شعبه يسهل الصعب بحسن فكره وتداميره تداميره انت لانك غير احنا نحب عساك بخير دايم عساك بخير ربي يحفظك لانك غير انت لانك غير احنا نحبك دايم عساك بخير دايم عساك بخير ربي يحفظك حصلت على عدد 15 ميدالية ذهبية هذا بحد ذاته إنجاز تاريخي الكويت تتميز في شبابها كلنا شايلين البطولة شيلات وصفقات وتشجيع واليوم روح دش المنشآت في طلبة يداومون في تشينكو من يطالب بالإصلاح بأنه يصلح هو مشكلتنا إحنا في الشلاليات أو قتل الطموح أنت تعلم نفسك قبل الله تعلم الناس يعني أنا الحين عندي مجتمع مو عاجبني شو أسوي؟ والله العظيم ما تسوى والزيادات جاية معاشك بيزيد أنا أقسم بالله العظيم لو أجيب شكسبير وأحطه في هذا الزمان يضحك على الناس كلها طبعاً إحنا هواة زين أنتوا طلبوا هذول طلبة شنو الفرق بينكم؟ هل هذه تفرق عن هذه؟ كل شيء عندنا لازم أنت تحفظه ما تفهمه حياكم الله مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم في حلقتنا لهذا اليوم قبل أن نبلش حلقتنا ونستقبل ضيفنا لهذا اليوم ونتعرف على ضيفنا لهذا اليوم خلوني أذكر بوسائل التواصل مع برنامج شباب اليوم راح يكون على برنامج إنستغرام أو تويتر على اللينك اللي طالع تحت عندكم على نفس هذا اليوزر وعليكم أن تحطون اليوزر هذا سواء كان في إنستغرام أو في برنامج تويتر وفرسلونا سواء كان في تويتر بالمنشن أو إنستغرام أي صورة حاطينها إحنا حطوا أي كومنت عليها وإن شاء الله بإذن الله راح تلقون الرد إن شاء الله في أقل من 24 ساعة أي استفسار عندكم أو أي سؤال ضيفنا لهذا اليوم راح نرد عليكم إن شاء الله بإذن الله أول بأول وفي آخر الحلقة إن شاء الله راح نتطرق حق أسئلتكم لضيفنا لهذا اليوم خلوني أرحب ضيفي لهذا اليوم الرسام صالح حسين حياك الله صالح الله يحييك ما تقصر رحب فيك برنامج شباب اليوم سعيدين جدا وجودك معنا ما تقصر مشكور بالبداية صالح لما أنا قاعدين نشوف إحنا أنا يمكن دشيت وأنا أبحث عنك قاعد أطالع بالإنستغرام أشوف رسمات جدا جميلة يعطيك ألف عافية وتسلم يدينك على هذه الرسمات الجميلة والإبداع هذا بالبداية نبي نتكلم صالح متى كانت بداية صالح في الرسم بدايتي الله يسلمك من أيام من صغري تقريبا تقدر تقول من أيام 7 سنين كذي فبس بديت فيها بالضبط من أيام متوسط من الله يسلمك أستاذ الفنية ما قصر معي فكنت 24 ساعة كنت أروح عنده وإيه أروح عنده وإيه فعلمني خطوات الأساسية بالبداية فقمت أخذ عليها للحين جميل يعني كانت المدرسة هي سبب رئيسي في أن اكتشاف موهبة صالح مو السبب الرئيسي السبب الرئيسي هو الوالد الله يسلمك لأنك من أيام صغري كان يعطينا الألوان والهذا فكان يشجعنا يعني جميل طيب إذا بنشوف يعني إحنا على الصور هذه اللي موجودة تحت هني قاعدين نشوف إحنا رسمات جدا جميلة للأمانة نبي نتكلم ليش اخترت هذه يعني يعني ليش هذه الرسمة أو عفوا ليش هذه الهواية بذاتها هواية الرسم ليش مو أي هواية ثانية خاصة إن إحنا شباب يعني تدري كرة قدم كثير الهوايات اللي عندنا نقيت الرسم الله يسلمك لأن أحب أطلع يعني طاقتي فيها أحب يعني أشتغل على السريع ونفس الوقت بدقة فيعني أنوع بالألوان وبالخط فمنها طريقة يعني جميل طيب دامك تنوع في الألوان نبي نتكلم شنو هو الرسم المفضل عند صالح المفضل عندي الله يسلمك الألوان المائية طبعا ابتدي بالرصاص بعدين اضيف عليها الالوان المائيه ايش معنى المائيه ليش المائيه ليش مو غيرها الزيتيه في الوان كثيره يعني لان الالوان المائيه الله يسلمك طريقه لما انت بتدمج فيها افضل عندي بالنسبه لي اما الالوان الزيتيه والباقي ما افضلهم
جميل. في ناس ثانيه يتفضلون بس كحقي انا ما افضلهم. طيب خذت دورات في هذا الجانب صالح؟ لا. ولا ان موهبتك فقط من نفسك يعني تطور نفسك من نفسي؟ طيب ما حاولت ان يعني تزيد تتقدم في هذه المرحله الرسم من خلال الدورات او من خلال يعني قاعدين نشوف احنا دورات تطلع حتى في اليوتيوب دورات خاصه في كل مجال يعني من المجالات. صح نعم بس انا ما اروح دورات ليش؟ لان في اشياء بالدورات اكون عارفها فما احب اضيع وقتي هناك فادش على اليوتيوب الله يسلمك واللي ابي اخذه من هناك. جميل. يعني اليوتيوب ساعد صالح في صناعه موهبته. اي نعم خاصه في الاونه الاخيره يعني دمج الالوان وهالامور هذه. بالضبط. طيب شاركت صالح في معارض؟ انا حسب علمي انك شاركت في معرض. معرض واحد هو معرض ابداعات تذكرت انه 2000 هالسنة شهر 3 وشهر 4. طيب كلمنا عن هذه المشاركة، شلون كانت ردة فعل الناس مع الرسمات اللي انت رسمها؟ كان طبعا أول مرة لي أشارك بمعرض فردتهم كانت إيجابية فعجبني الوضع يعني إن شاء الله أقدم معرض ثانية. جميل. في أحد من المعرض يعني عدلوا على رسمات قالوا لك أنت مثلا يعني تدري بعض الناس يعني ساعات يكون عندهم ذوق يعني ذائق أنه يقول لك مثلا هذا اللون لهم فتحة هذا اللون لهم غيره هذه الرسمة لهم عدلها. كان وقتها كان بدايتي بالرصاص أرسم شخصيات صجية فيالي كذا شخص على رسمة قالوا عدل الكيت وكيت فقمت أعدل فيها وأفضل الحمد لله. زين يعني صالح من النوع اللي يسمع الانتقادات. أي نعم. جميل. طيب وبالنسبة حق ردة فعل الناس الثاني يعني الناس اللي بس مجرد يشوف الصورة بدون لا يقول لك مثلا إضافة ضوء أو شنو الكلمات اللي تقول لك يعني هل فيها كلمات مدح قواك الله استمر هالأمور هذه؟ في يعني أكيد لازم يكون فيه. جميل. طيب تتوقع أنك أنت راح تشارك مرة ثانية في معرض من خلال مشاركتك في معرض إبداعات هل في نية ثانية أن صالح يدش مرة ثانية؟ إن شاء الله إن شاء الله فيه. جميل. طيب يعني تشوف أن المعرض مفيد حق الفنان؟ أنا أشوفه مفيد نعم. ليش مفيد؟ شنو استفدت أنت كصالح كرسام صالح من خلال مشاركتك في معرض الإبداعات؟ من خلال مشاركتي أن أسمع آراء الناس وأعرف شنو أخطائي من خلال الناس. أما إذا أنا بشوف كصالح بشوف الرسمة ما راح أشوف فيها أخطاء. أما لما يشوف آراء الناس فراح يعدل منها. جميل. حصل أن الناس مثلا قالت لك أخطاء وعدلتها؟ اي نعم. جميل. يعني تأخذ برأيهم وايد. زين في بعض الفنانين يقول لك لا مثلا أنا مقتنع بالرسمة وأنا يعني شخص مو رسام أو شخص مو فن يعني عنده ذائقة فنية ويقول لي مثلا ينتقدني وينتقد الرسمة يقول لك لا والله أنا ما يعني ما أعدل عليها احتفظ مثل ما هي. شلون يعني؟ يعني شخص مثلا يقول لك رسامين في بعض الرسامين عنده رسمته الخاصه اللي هو راسمها تعبان عليها او يشوف انه مثلا سهر عليها ليله ليلتين ثلاث وهو يسويها واي شخص مثلا يقول له مثلا لا هذه مثلا فيها غلطه فلانيه ولا فيها شيء كذي ولا انا اشوف انه والله يحتاج لون تتفتح لون يتغمج يقول لك لا انا ما اخذ باراء الناس لان انا اشوف يعني اللي انا اشوفه يعني. والله هذا ما تدري ايش تقول لان انت إذا ما تبي تسمع كلام الناس فراح تضل على خطأك. أما إذا تبي تسمع كلامهم فراح تأخذ رأيهم وراح تعدل وراح تتطور من الأحسن لأفضل. طيب نبي نتكلم عن دور إنستغرام معاك أنت كرسام. دور الإنستغرام أشوفه عادي يعني لأن بين فترة وفترة أحط الصور فما أحب أضيف وايد ناس. ليش؟ شنو السبب وراء الأمر هذا؟ ماكو سبب. بس اما اذا يضيفوني عادي استقبل يعني بس انا يعني كاضافه ما اضيف. يعني مو مقتنع في البرنامج؟ خلينا نقول صالح مو مقتنع بالبرنامج انه تحط رسماتك اول باول تاخذ راي الناس اللي موجودين في انستغرام؟ بلا اخذ رايهم فيه بس لانه ما اشوف ناس تضيفني عرفت؟ فمن هالسبب يعني. يعني عشان ما في رده فعل من الناس يمكن تو في بدايتك انت يعني بدايه الموهبه. ثاني بالبدايه عرفت توني حاط صور ف يعني ما شفت افكت للحين. جميل. طيب اذا بنتكلم عن دائما كل شخص او كل موهوب في كل مجال من المجالات سواء كان الموسيقى سواء كان الفن اي مجال من المجالات دائما نشوف في كل واحد عنده حاط شخص قدوه له في هذا المجال. اذا بنتكلم عن قدوه صالح في الرسم منو قدوه صالح في الرسم؟ قدوتي الله يسلمك الاساتذه واختي وعمي والوالد لان هذول احسن رسامين اللي عندي. جمال. أيه. جميل. يعني العائله كلها رسامه يعني تقدر تقول؟ نعم. يعني الرسم عندكم بالدي ان اي تقدر.
جميل. طيب نبي نتكلم عن قدوتك، يعني قدوتك بس لبيتكم وكل استاذ فن. اي نعم. جميل. نبي نتكلم عن دائما منو اول شخص يشوف رسمه صالح اول ما يخلص منها؟ دائما اول شخص اختي اللي تشوفها. اي نعم. شنو السبب وراء الامر هذا؟ هل انه مثلا تشوف ان ذائقتها قريبه من ذائقتك؟ لا، لان هي ترسم عرض فاوريها دائما هي الاولى. اي نعم. طيب، ولما تعدل عليك على الامور كثيره ولا دائما تكون يعني متوافق؟ لا، تعدل معي ومره تعدل عليها، فواحد يعدل على الثاني، عرفت؟ جميل. اي نعم. طيب، اذا بنتكلم عن دائما الطموح ما يوقف في كل مجال من المجالات، طموح صالح في هذا المجال وين؟ وين تشوف نفسك صالح؟ طموحك في هذا المجال هل راح يوصل فيك اليوم اللي انت تشوف مثلا انه والله صالح ممكن انه يكون رزقه كله على الرسم؟ اكيد لا، يعني عمله او هي تجارتك تكون، او هي مثلا عملك ان انا اكون رسام وارسم وابيع هالامور. طبعا بالكويت ما تقدر تعتمد عليه لان ما عندك شرايين مثل دول برا، عرفت؟ هل مثلا احد قال لك مثلا تعال والله بشتري لوحتك، نعرض عليك شراء روحه من لوحاتك؟ اي نعم بالمعرض، بس انا ما بعتهم. ليش؟ ما ادري ليش. ليش؟ هل اعتزاز مثلا؟ اعتزاز معتز في اللوحات اللي عندك؟ لا، لان كان اول معرض لي فما عرفت اسوي يعني. فما كنت يعني ما كنت حاط ببالي اني ابيعهم بالمعرض. طيب، وتشوف ان في رسامين يستقبلون الشباب مثلا ياخذون لوحاتهم، انه والله يعني حتى رسامين كبار يعني، بس مثلا يعدل عليه يقول لك شغلات من خلال المعارض اللي انت تدشها؟ اكيد في اكثر من رسام فيها. انا دشيت معرض واحد بس اللي هو معرض ابداعات. نعم. هذا كان المعرض الوحيد. ما كان في رسامين غيرك؟ امبلا، كان في رسامين غيري. طيب، ما كان في تبادل زيارات ما بينكم، ان احد يقول لك مثلا ضيف هالشغله، قلل من هالشغله؟ لا، ما اخذنا راي بعض بالرسمات، بس سوالف بيننا يعني. جميل. يعني ما استشرت احد الا بس بيتكم والوالد واختك وهذا. طيب، دور الاهل والاصدقاء معك انت في صناعه هذه الموهبه وهذه الهوايه عندك، هل شجعوك الاهل من البدايه؟ اي اكيد، مثل ما قلت لك الوالد كان يرسم، فكان يعطينا الوان، فكان يدور عليهم فاحنا نخلصهم، كنا ناخذ اوراق، فمن صغرنا كان يعني يعلمنا، فكان طيب. يعطينا لما تعودنا وتعلمنا. زين، شلون كان دور تشجيع الاهل معك انت في داخلك انت كرسام؟ لما شفت تشجيع اهلك لك بهالطريقه هذه، هل انت زدت من موهبتك هذه؟ هي اكيد بعد يعني تشوف تشجيع من الاهل، يبونك يعني تتطور من اللي انت فيه، فتطورنا. جميل. انت تشوف من بدايتك، لو نقول ان من اول صوره رسمها صالح لحد الحين، هل تشوف في تطور كبير في رسمك؟ اكيد وايد في تطور يعني كثير. طيب، حصة الفنية شلون كنت تقضيها؟ حصة الفنية كنت 24 ساعة قاعد، مو مع الشباب، كنت قاعد بطاولة الأستاذ. جميل. اي، فكان يعلمني. جميل. يعني نقدر نقول ان الحصة الفنية كنت تستغلها عدل من هالناحية من اول دقيقة لاخر دقيقة. جميل. طيب، شنو عندك اوقات معينة دائما حق كل فنان او كل شخص يرسم دائما عنده اوقات معينه يحب يرسم فيها، شنو الاوقات المعينه اللي يحب صالح يرسم فيها؟ انا ما في اوقات معينه لما ارسم فيها، لما يطق بمزاجي امسك القلم والورقه وارسم، عرفت يعني؟ ما في، مني بمزاجي ارسم. جميل. يعني خلينا نتكلم ان نقول ان الوقت المعين هو متى ما كان المزاج طيب. نعم. جميل. نبي نطلع فاصل قصير معك صالح عشان هم تشرب ماي تهدي شوي. اعزائي المشاهدين، نطلع معاكم بهذا الفاصل القصير ومستمرين في حوارنا لهذا اليوم. وجهك مراية لقلب الحلم والإيمان، وعدل وحكمة وطيب وتواضع فاق تقديري، أحس إنك أخو ودعت شعبك كلهم أخوان.
واحس انك ابوهم يا سمو الطيب يا مير. سماحت وجهك مرايا لقلب الحلم والايمان، عدل وحكمه وطيب تواضع فاق تقديري، احس انك اخو وتعد شعب كلهم اخوان، واحس انك ابوهم يا سمو الطيب يا مير. سماحت وجهك مرايا لقلب الحلم والايمان، عدل وحكمه وطيب تواضع فاق تقديري، احس انك اخو وتعد شعب كلهم اخوان، واحس انك ابوهم يا سمو الطيب يا مير. صباح الخير ابو ناصر على شعبك ونومك. نعم انت الوحيد اللي وسع قلبه امم واوطان، وحبك للكويت واهلها اكد لي تفسيري، تحب الكويت وتحب الكويت المجد والعرفان، تحب الشعب ويحبك شعبها فوق تصوير. نعم انت الوحيد اللي وسع قلبه امم واوطان، حبك للكويت واهلها اكد لي تفسير، تحب الكويت وتحب الكويت المجد والعرفان، تحب الشعب ويحبك شعبها فوق تصوير. نعم انت الوحيد اللي وسع قلبه امم واوطان، حبك للكويت واهلها اكد لي تفسير، تحب الكويت وتحب الكويت المجد والعرفان، تحب الشعب ويحبك شعبها فوق تصوير. صباح الخير ابو ناصر على شعبك ونومك. صباح الطيب بك صارت بلادك اسعد البلدان، وهلها تعجز توفي معانيهم تعابيري، يا كيف ابدا وكيف انهي قصيدي في حضور انسان تملكني بغلاه وساكن بقلبي وتفكيري. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرين معاكم مع رسامنا صالح حسين. صالح، الحين بنتكلم عن كل لوحة من اللوحات هذه اللي موجودة عندك، لوحة لوحة، وخلنا نعرضها على الشاشة هذه اللي قدامك. طبعا هاللوحة استعملت فيها أول شيء طبعا رصاص عشان أحدد، والأساس هو ألوان مائية. هذه أساسها؟ هذا أساس. طيب فكرة الصورة شنو هي كانت؟ فكرة الصورة هي شخصية من شخصيات ديزني طبعا. وطريقة الرسم طبعا شنو أنا دائما أسوي، رصاص طبعا أحدد مثل ما قلت، فأضيف الألوان المائية، وآخر شيء عشان الهايلايتس أضيف الألوان الخشبية. أي. طيب وبالنسبة حق الرسمات هذه إيش كثر تأخذ منك وقت يعني؟ مثل ما قلت لك على حسب مزاجي عادي. أطول فيها شهر وشيء بسيط. يعني أشتغل أسبوع، بعد أسبوع أنا أرد أشتغل مرة ثانية. جميل. طيب خلينا نشوف الرسمة الثانية اللي هني، أتوقع هذه الرسمة لها معنى عندك أكيد. هذه الله يسلمك كانت أول تجربة لي بالأكريليك، فقلت خلا أسوي الخلفية غامجة بس هم يبين فيها ذرات ألوان. مثل ما تشوف في ذرات ألوان هني وهني وهني. وخليت شخصية بالنص يكون غير، عرفت، مثل السالب والموجب، فقلت عشان يعطي مثل جمالية. جمالية. اي نعم. جميل. اتوقع الشخصية هذه يعني من وحي الخيال يعني. اي تقدر تقول. ولا شلقرون هذه ما شاء الله. جميل. وبالنسبة حق هذه الصورة الثالثة هذه الله يسلمك، كنت اجرب ارسم الخام فيها،
قلت هم ارسم فيها الشخصيه هم ارسم فيها الخام، وهذه كلها خشبي طبعا. جميل. طبعا هذه شخصيه من الخيال اتوقع ولا هذه موجوده؟ شخصيه موجوده، شفت كصوره شخصيه فضفت عليها مثل ما تشوف الملابس يعني. اه جميل جدا. طيب اذا بنتكلم عن الرسمتين اللي قدام الكبيره، اتوقع اللي على اليمين اللي فيها السمك، يا ريت الاخراج يعطينا اياها. كلمنا شوي عن هذه الرسمه، الرسمه الكبيره اللي على اليمين هذه. هذه الله يسلمك، انا مثل ما تشوف الالوان مائيه بعد. ايه. وانا كشخص احب الماي وايد، فقلت ليش ما ادمج يعني اسوي هم خيال هم صدق يعني. أيه. مثل ما تشوف السمكتين ومثل طشار ماي حواليهم. أيه. بدال قلت ما اسوي الخلفيه كلها بحر، قلت اسوي مثل طشار حركه جديده يعني. أيه. طيب تشوف ان هذه الطريقه هذه بالرسم انها خاصه فيك انت ولا في غيرك؟ لا في غيري يسوونهم بعد يعني. أيه. جميل. اذا بنتكلم على اخر رسمه، خلينا نشوفها، يا ليت تعطينا اياها. خلينا نشوف اخر رسمه، كلمنا عن اخر رسمه هذه القصيره. اخر رسمه مالت اخر فيلم لـ ديزني اللي هو ألسا، من واحد من الشخصيات. فاستخدمت فيها الرصاص والالوان الخشبيه والالوان المائيه. كلهم دمجتهم مع بعض. جميل. انت تشوف ان طريقه انك تدمج اكثر من نوع من الالوان، خاصه ان يعني الالوان المائيه تختلف شوي عن الالوان الخشبيه وتختلف عن الرصاص، يعني انك تدمج هذول الثلاثه، ما تشوف ان ممكن ان يعني فيها مجازفه شوي نوعا ما؟ هي ما تكون فيها مجازفه اذا بديتها بالترتيب. اما اذا تبي تخلط وما فيك صبر راح تخترب معك الرسمه. انا انطر على ما الالوان المائيه تنشف يعني كليا، والورقه تنشف، مو بس اللون ينشف، الورقه تنشف، عشان لما اضيف الالوان الخشبيه ما يخترب معي الورق. اه جميل. يعني تنتظر عليها حبه حبه مثل ما قلت. حبه حبه. طيب اذا بنتكلم على نوعيه هذا الرسم اللي يكون مخلوط فيه اكثر من ثلاث الوان مختلفه، من خشبيه ومن الرصاص ومن كذلك اللون الالوان المائيه، لما انت بتدش معرض، خاصه معارض فنيه، يعني دائما اللي نشوف مثلا تخصصات معينه. نعم. يعني نشوف ان الالوان الزيتيه فقط، الالوان الخشبيه، الالوان بس كذي، هذه شلون راح تقدر تصنفها انت ما بين هذه الرسمات؟ والله ما ادري شلون اصنفها بالضبط، بس اتوقع الشكل العام شنو يكون، مثل ما تشوف يعني الشكل العام هو الوان مائيه. بس شنو انا استعمل الالوان الخشبيه حق مثلا تبي تسوي ظل، او تبي تسوي مثلا افكت 3 دي، شيء مثل ما هذا يعني. اه بس تشوف انه ممكن ان تدش في معرض فني يكون. اي نعم. الهدف منه فني يعني. اي نعم. جميل. اذا بنتكلم عن نرجع شوي قبل من ساعه تكلمنا شوي عن الاوقات اللي يحبها صالح انه يرسم، قلت انه كل الاوقات متى ما كان المزاج زين. اي صح. طيب الحين المزاج زين، لكن بنعرف الطقوس اللي انت تسويها، يعني البعض يقدر يعني يقعد في مكان معين بزاويه معينه بالبيت، او ساعات برا البيت. يعني الامانه انا لما اشوف خاصه على البحر، وايد اشوف رسامين قاعدين على البحر وقاعد ماسك ريشته ويرسم بروحه يعني كأنه منعزل عن الناس تماما. طقوسك انت صالح في عمليه الرسم؟ انا الله يسلمك طبعا اي بدسته اكل معي يمي على الطاوله واشغل الموسيقى واسكر الباب عشان لا احد يزعجني وانا ارسم، عرفت؟ فهذا يعني طقس اللي بتمارسه انت دائما. دائما بس يعني لازم الاكل والمسجله يمي والباب مسكر. جميل. اذا بنتكلم عن قاعدين نشوف كثير من الرسامين يرسم، عقب ما يرسم يصور رسمته ويدخلها مره ثانيه على يعني من خلال تصويره، بعدين يدخلها على جهاز الكمبيوتر ويدخل عليها بعض الرتوش من خلال بعض البرامج الخاصه بالتعديل، و التأثيرات هذه اللي نشوفها من سواء ضوء ظل أو الأمور هذه. إذا بنتكلم عن صالح، هل جربت أنك مثلا أنت تدخل صورة رسمة حق الكمبيوتر وتعدل عليها من داخل الكمبيوتر؟ لا والله ولا مرة جربت، بس أنا أفضل أني ما أجرب، لأن أحب فني يكون مثل ما هو، ما أحب أغير فيه. يعني ما تشوف أن العملية هذه التطور حق مسألة الرسم؟ والله لا، لأن هو شنو؟ في بعد يعني طريقة الرسم بالكمبيوتر، فإذا تبي تسوي رسم بالإيد وبالكمبيوتر فما راح تعرف. يعني تشوف أن الأفضل وين؟ يا كمبيوتر يا
يعني بريد. تشوف انك تتخصص يا يعني كمبيوتر يا يعني. اي نعم. طيب جربت ترسم خاصه انك اشوف كثير من الرسامين الحين الرسم بالايباد والاجهزه الحديثه؟ لا ولا مره جربت. ولا مره جربت؟ لا. ولا تفكر مستقبلا انك تجرب في هذا المجال؟ حتى لو بجرب ما احس الاحساس مثل ما انا امسك الفرشه وارسم فيها. مهم جميل، مهم جدا الاحساس في هذا المساله في الرسم، مهم احساسك من خلال الرسمه. اي نعم، لان لما ترسم بالفرشه تقدر تدمج على كيفك، مو نفس الجهاز لما يكون عندك. نفس طريقة لما تقرا كتاب ورق وكتاب مثلا على الكمبيوتر او على الايباد مثلا. فتفضل الكتاب افضل من الايباد. يعني لا طعم الخاص الرسم لما يكون ورق وريشة وخاصة الالوان من وواحد يلطخ نفسه بالالوان. طيب اذا بنتكلم عن مسألة من خلال البرامج هذه الحديثة والرسم على الايباد، ما راح تفكر مستقبلا انك ترسم انت في هذا الجانب؟ لا طبعا ابدا ابدا كلش نهائيا يعني ولا تفكر كلش. طيب في بعض الناس الحين ما تفرق ما بين الرسم العادية والرسم اللي هو على الجهاز، يعني من خلال رسمات الجهاز هذا الحديث الايباد وغيره وغيره من الاجهزة الكمبيوتر والبرامج الحديثة اللي ممكن تسوي رسمة ما تصيدها يعني بينها وبين الرسمة الحقيقية. هم صح، بس فرضا عجبتك الرسمة وتبي تعلقها ما تقدر تطبعها، يبين انها مطبوعة فما تصير حلوة على الطوفة او مثلا على المكتب او على الطاولة. فاما لما تكون رسمة فرشة او بالايد فتقدر تعلقها، تكون يونيك يعني، غير عن ما تكون بالجهاز او فرضا ضاع فلاشك او شيء من هالقبيل يعني، فما تقدر. زين، في ناس تحط الصور هذه بالانستغرام ويقول لك ان هذه الصوره بريشتي. يعني متوقع بالانستغرام ما راح يبين ان هذه رسمه ولا مو رسمه. هم صح، بس هم يقدر يقول ان ريشته، لان نفس الطريقه هي تي مثل بليتا ترسم عليها توصلها للجهاز. فهو يرسم بدال ورق يرسم على البليتا، فكان قاعد يرسم يعني. جميل. طيب من خلال انا مقابلاتي مع كثير من الرسامين دائما نشوف عمليه الرسم مقترنه ومرتبطه بهوايه ثانيه لا تقل عنها اللي هي التصوير. هل انت صالح تشوف انك تدمج ما بين هذه الهوايتين، ام ان بس هوايه الرسم تحب التصوير ام لا؟ انا التصوير كلش مصابه. كلش كلش نهائيا نهائيا يعني ما تشوف انه ما في علاقه ما بينهم؟ هو في علاقه تبي مثلا تبي تنشر او شيء من هالقبيل يعني. لكن انك تاخذ صوره مصور يعني صوره مصوره وتحطها وترسمها ما اتوقع. لا ما اتوقع. لا تحب من وحي الخيال. وحي الخيال. زين، طيب اخر سؤال قبل على قولتهم نختم حلقتنا لهذا اليوم. دائما صدق ان الفنان او الرسام لما يرسم حالته النفسيه تنعكس على الرسمه اللي هو راسمها. اي صح دائما. بالنسبه لي انا اقول لك يعني لما يكون مستانس ولا متضايق ولا حزين ولا في شيء مثلا يبين من خلال رسمته. يبين. اي نعم، على طريقه دمج الالوان او مسكته القلم او حتى الخط لما يرسمه يبين معك. جميل. يعني انا الحين لو بنقي صوره اقول ان مثلا فيها كنت يمكن زعلانه او شيء كذي، الصوره السوداء هذه صح؟ نعم. زين جميل، كل الشكر لك صالح حسين، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. كلمتك الاخيره اللي حاب تقولها. كلمتي الاخيره حبيت اشكر قناه الشاهد وبرنامج شباب اليوم، وطبعا الوالد واختي والاساتذه الفنيه اللي علموني ومعرض الابداعات اللي كنت فيه. جميل، نتمنى لك التوفيق اكيد ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله ان نشوفك رسام على مستوى الكويت كله ان شاء الله. ان شاء الله. ما ادري اعزائي المشاهدين، بكذي نكون وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. دائما وابدا نقول لكم اي شخص عنده موهبه، المواهب مثل ما قاعد تشوفون، اخونا صالح حسين كان معنا رسام، غيره كثير من الرسامين مصورين، كل موهبة يعني لا تقل عن الثانية. دائما احنا نقول لكم تواصلوا معنا، ودنا ان احنا نشوفكم، ودنا نطلعكم حق الناس، نتعرف عليكم اكثر، نتعرف على ابداعاتكم. وانا ادري ان في كثير من الشباب مبدعين في رسمات قاعدين نشوفها من خلال الانستغرام، يبحثون عن فرصة للظهور بالإعلام. احنا هني في برنامج شباب اليوم هدفنا تغطية كل الشباب الكويتي الموهوب والمبدع والمنجز، والأمانة الحسابات الخاصة في برنامج شباب اليوم راح تكون ظاهرة على الشاشة، ما عليكم إلا أنتم تتواصلون معنا وإن شاء الله راح تلقون الرد بإذن الله. نذكركم بأن الإعادة إن شاء الله باكر الساعة 1 الظهر، نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد القادم بحلقة جديدة، ونتمنى لكم إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع جميل.
جميلة وسعيدة، وكل عام وانتم بخير، خاصة المدرسين إن شاء الله يوم الأحد راح يكون دوامهم، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وحق كل العاملين إن شاء الله في وزارة التربية. كذي نكون معاك، وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم التوفيق، مع السلامة.